أجل، انطلقي. ما أكثر ما تحبه في الدراجات يا راجي. أنا أحب القيادة على عجلة واحدة. انظر، أفضل القفز خاصة إلى أسفل الهضبة. صحيح القفز، أنت بارع في هذا. رائع. يفترض أن يعودا لاحتساء الشاي الآن، هكذا وعدا. أجل، إنه موعد الشاي. أهلا ساهر، تسرني رؤيتك. مرحبا، هل منى وراجي هنا؟ انتهى دوامي وفكرت أن ألعب معهما. ذهبا إلى مضمار الدراجات في الغابة مع جزر. ممتاز. لكن كان يفترض أن يعودا الآن. إننا قلقين قليلا. سأذهب لتفقدهما. ساهر، أمتأكد؟ بالطبع، ليست مشكلة. شكراً. لن أتأخر. حسناً، أول من يقطع خط النهاية من دون أن يقع يكون الفائز. حسناً، هيا. أنا خسرت. أنا أيضاً. هاي، أنا الفائزة. لنعد الكرة. هيا هيا هيا. تقفز. لقد فزت، رائع. أجل أجل، هذه هي. أها، عثرت عليهم. رأيت قفزتي؟ أجل، لقد كانت مدهشة. هل أتيت للعب أيضاً؟ لا، جئت لأتفقدكما، والداكما قلقان. لكن لا تقل إن موعد الشاي قد حان. أها، لم نكن نعرف. هيا، الأفضل أن نسرع. لا يا منى، لا داعي للعجلة. إلى أماني، هل تسمعينني؟ أنا أسمعك يا ساهر. أريدك أن تعرجي على المطعم وتقولي لوالدي منى وراجي إنهما بخير وسيعودان قريباً. ظننت أنك خارج الخدمة الآن. صحيح، قدمت معروفاً ليس إلا. حسناً، سأذهب إلى المطعم. شكراً جزيلاً لك. حسناً، قبل أن نعود سأقوم أنا ودحروج بجولة على مضماركم هذا. لا أظن أنه يصلح لدحروج يا ساهر، إنه كثير المطبات. سأقوم بمحاولة فقط، إذا كان الأمر صعباً سأنسحب. إنه كطفل صغير. هذا جيد. حسناً، سأجرب القفز الآن. ها؟ راقبوني. يا للروعة. سأقوم بمحاولة أخرى. ممتاز، أنت مذهل يا ساهر. جرب القفز على العارضة. يجب أن نذهب الآن. ساهر، آخر مرة أعدكم. لندعه يفعل. راجي بسرعة. هل أنت بخير يا ساهر؟ أظن ذلك. أجل. لا، يا إلهي، لقد أذيت قدمي. أو
الفائدة. أخشى أنني أحتاج إلى المساعدة. أنا آسف حقا. لا، اللاسلكي أين هو؟ ربما سقط منك عندما وقعت. لا يمكن أن يكون بعيدا. نعم نعم، شكرا لإعلامنا يا أماني، ابقي لاحتساء الشاي. لا أستطيع، شكرا، أراك لاحقا سيدي. إلى اللقاء. لا أثر له يا ساحر، بحثنا عنه في كل مكان، لقد اختفى. يا إلهي، لا يمكنني قيادة دحروج ولا أستطيع السير، والآن فقدت اللاسلكية خاصتي. أعتقد أن هذا يجعل مني شرطيا سيئا. نحن سنساعدك. ولكن يفترض أن أعتني أنا بكم وليس العكس يا أولاد. هذا لا يهم يا ساهر، المهم هو أن نطلب النجدة. أجل، أنت محق. حسنا، اذهبا أنتما ومنى ستبقى معي. لأنه يجب ألا نترك المصاب بمفرده. أجل، بالضبط. راجي، اذهب إلى المطعم واشرح ما حدث لوالديك. جزر، اذهب إلى المستشفى وأحضر المساعدة. حاضر يا ساهر. اعتذر لوالديك نيابة عني يا راجي. حسناً، خدا بحذر كليكما، لا نريد إصابات أخرى. دحروج المسكين، كان يمكن أن يتحطم. أجل، أنا آسف يا دحروج، ليس ذنبك أنك لست دراجة. أو أن لديك سائقاً سيئاً. هذا صحيح تماماً. ساهر! نعم، من الواضح أنك لا تستطيع السير على قدمك. آسف. اجلس فحسب واشرب الماء. هل تعرفون مضمار الدراجات؟ أجل، إنهما هناك. حسناً، تمسك. هل هي مكسورة يا لينا؟ لا، لويت كاحلك فقط. ماذا نفعل الآن يا بنان؟ سنضمده بالتأكيد. لا تقلق يا ساهر، فالتضميد من اختصاص بنان. ربما توقعت أن يتعرض أحدنا نحن الصغار لإصابة على المضمار وليس واحدا من الشرطة. بصراحة لا يا منى، ففي النهاية نحن نتحدث عن ساهر المتهور. حسنا، انتهينا. أحسنت يا بنان. أشكرك يا صديقي. لما لا نذهب إلى المطعم ونحتسي الشاي جميعا؟ ألديكم حلوى العسل؟ بكل تأكيد. مهلا لحظة بنان، حاول الاتصال باللاسلكي خاصتي. اللاسلكي؟ من بنان إلى ساهر، من بنان إلى ساهر، من بنان إلى ساهر. عثرت عليه. هيا جميعا إلى المطعم. ليست أول وآخر مرة سنستدعى فيها من أجله. أجل، مع قرض بزي شرطي لا يمكنك توقع ما قد يحدث.